أما بأولى محطاتنا الصباحية سلمى رح نحكي عن اللغة يلي هي مجموعة من الرموز والعبارات والإشارات، وهي أيضا وسيلة تعبير وتواصل وتفاعل واحتكاك بين أفراد المجتمع بجميع ميادين الحياة. لكل مجتمع لغة خاصة فيه، وتقول إحدى الفرضيات أنه اختلاف اللغة ممكن يؤدي لاختلاف طريقة تفكيرنا بالحياة. شو صحة وحقيقة هذا الكلام، وشو أهمية لغة الضاد، لغتنا العربية، لغة الأم والثقافة ولغة التواصل مع الآخرين؟ كل هاي الأمور رح نحكيها اليوم سلمى. أكيد هايدي، وخلينا نتعرف أكثر على تفاصيلها مع ضيفتنا طبعا الأستاذة هناء الأزهري، باحثة اجتماعية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. أهلا وسهلا فيك. إن شاء الله كل عام وأنتم بخير. وأنتي بخير يا رب. شكرا لك. بالبداية خلينا نعرف مصطلح اللغة بشكل عام وشو بيأثر على الإنسان. طبعا اللغة هي الشيء يعني المتداول بين الناس، هي مثل ما تفضلتي حضرتك الرموز اللي الناس بتتواصل فيها بين بعض. واللغة من أهم الأمور اللي هي بتقرب الشعوب من بعض، وبتخلي مثل ما بقولوا إنه تعارف بين هاي الشعوب. واللغة بتحكم كتير، يعني بتتحكم كتير بأفكار الإنسان، لذلك أهمية اللغة كتير عالية. وحسب مفردات اللغة بتلاقي طبيعة المجتمع وطبيعة أفكار هاي المجتمعات. أكيد. طب أستاذة هنا، دائما بنسأل قديش ممكن يكون في تأثير كتير كبير للغة بوعي الإنسان، بإدراكه أو حتى علاقته بالمحيط. لما بنحكي عن لغة الضاد، نحن عم نحكي عن لغة منتشرة جدا ويمكن سابقا لسه أكثر من هلا، وغزت العالم إذا فينا نقول، وصار في رحلات ومستشرقين وكتير أثر امتد لهي اللغة وتميزت بطريقتها اللي هي صعب أي شخص يتقنها إذا ما كان متقن لمخارج الحروف مثل ما بنقول. قديه بتشوفي لها تأثير فعلا بوسط الإنسان وبيئته؟ طبعا اللغة العربية لها تأثير كتير كبير. هي اللغة بشكل عام كل ما كانت اللغة عريقة ومتمكنة بتأثر على شخصية الفرد. في دراسات بتقول إنه أيام زمان كان في يعني قوة الشخص ورباطة جأشه، يعني كنا نشوف المقاتلين زمان انه كان في مقاتل على ايام الصحابة انه صرع اسد، انه هذا صاحب قوة خارقة. واتساووا دراسات وعملوا دراسات على هذا الشيء، اكتشفوا انه هذا مرجعه للغة العربية، لانه الطفل كان زمان من عمر 3 سنين للعمر 6 سنين عم يحفظ القرآن الكريم كاملا، ومن عمر 6 سنين للسبع سنين عم يحفظ ألفية ابن مالك. يعني صار عنده مصطلحات أو مفردات من اللغة العربية هائلة، لذلك صار في عنده قوة شخصية، قوة بالنطق. يعني إذا بنشوف الطفلة شام بكور كيف شخصيتها قوية وبتحكي يعني على الإعلام وهاي، بينما الأطفال الباقيين بتلاقيهم إذا بدهم يحكوا مع شخص غريب بيتلبكوا وبتأتئوا وما بيطلع معاهن الكلام. هذا مرجعه لقوة اللغة العربية، عندها تمكنت من اللغة العربية صار عندها قدرات خارقة. لذلك اللغة العربية كتير تأثيرها على الإنسان وحبذا، يعني نحن لو يعني دائما ننمي اللغة العربية عند الأطفال من عمر مبكر، يعني نعطيه قصص باللغة العربية مسموعة، يسمع قصص مثلا باللغة العربية الفصحى الصحيحة، ممكن نحن نقرأ له كتب لحتى تنمي هاي الشخصية القوية عند الطفل. طيب خلينا نحكي أكثر اليوم، اللغة قديش ممكن تغير نظرتنا للعالم، الطريقة اللي بنفكر فيها، طريقة بنتعامل فيها مع الأمور بالحياة؟ هلأ اللغة كتير بتحدد اتجاه الشخص، لأنه في لغات بالمفردات تبعها تلاقيها ما بتفرق بين الذكر والأنثى. نعطي مثال على هاي اللغات، مثل اللغة الفنلندية هان تعني انه انت او انت. اما باللغة العربية في انت في انت، في هي في هو. لذلك عملوا دراسات على الاطفال بين اللغة العربية واللغة الفنلندية، لقوا انه الطفل الفنلندي بيتأخر سنة عن الطفل العربي لحتى يعرف هويته الجنسية ان هو ذكر او انثى. لذلك حس اللغة كتير مهم عند الشخص، والمفردات التي تستعمل باللغة لحتى تنمي هي أشياء مو موجودة بلغات أخرى. حتى بالعلاقات الاجتماعية بتلاقي باللغة الإنجليزية في أنكل، أنكل معناتها
خال أو عم. صحيح. أما باللغة العربية في خال وفي عم. حتى في يعني الجد إنه حفيده من جهة الأم، من جهة إذا يعني أبو أمه بقولوا له صبت، وإذا ابنه بقولوا له حفيد. لذلك عنا العلاقات الأسرية والعلاقات الاجتماعية أقوى بكثير من المجتمعات التي تتكلم باللغة الإنجليزية. لذلك كثير ناس بتفكر إنه نحن اللي عم نتحكم باللغة ونحن عم نحكي بالمفردات وعم نشعر بهاي اللغة. الحقيقة هي اللغة اللي عم تتحكم فينا وعم تتحكم بطريقة تفكيرنا. أكيد. بما أنه حضرتك يعني باحثة اجتماعية، خلينا نتوسع شوي بالموضوع، مو بس نحكي عن اللغة وأهميتها، اليوم نحكي عن انعكاس تعليم الأطفال من الصغر للغة العربية. يمكن بهذا الوقت صرنا نشوف كتير أمهات بتسعى أنه طفلي يكون عنده اللغة الثانية يتحدث فيها بطلاقة أكثر من اللغة الأم، فصرنا بنشوف ضعف بالنطق باللغة العربية وخصوصا بالسنوات المتقدمة، مشاكل أخرى ناجمة أيضا عن مثل ما حضرتك قلتي أنه في باللغة الأجنبية شغلات ما أنا موجودة بلغتنا الأم. فخلينا نحكي عن أهمية هذا الموضوع. هلأ الطفل الصغير من عمر، ممكن تستغربي من هاي المعلومة، من عمر 4 أشهر لثلاث سنين قابل أنه يتعلم رموز اللغة. لذلك نحن إذا بدنا يعني فينا مثلا طفل عمره 4 أشهر نحن بنفكره أنه ما أنه مدرك للمحيط تبعه، ما عم يفهم شيء، لا هو عم يفهم. إذا بنحاول مثلا نكتب له مثلا على بطاقات أسماء مثلا باللغة العربية، أسماء مثلا أخواته، أسماء أفراد العائلة، ونمرقها قدامه كل يوم مثلا 10 كلمات بعمر 3 سنين، رح نتفاجأ بهذا الطفل انه صار قادر انه يقرأ او يهجي الاحرف. هيك نمينا نحن الجهة المسؤولة عن اللغة بالعقل وصارت قادرة ويعني اكبر من حجم باقي الاطفال اللي نحن تاركينا هيك الحالة عم تكبر وتربى، ونحن عم نحكي قدامها مصطلحات ما بصير نحكي فيها قدام هذا الطفل. لذلك نحن كتير بدنا ننتبه، حتى لو كان الطفل صغير بعمر كتير صغير بدنا ننتبه للألفاظ، بدنا ننتبه للحديث معه، بدنا ننتبه للحديث المحيط قدامه لحتى ننمي نحن اللغة الصحيحة عنده. ممكن مثل ما حكيت أنه نقرأ له باللغة العربية، نسمعه مثلا مقاطع فيديو دائما باللغة العربية، نسمعه أشعار. هلأ الطفل ليش بصير عنده هاي يعني صعوبة تعلم اللغة العربية؟ لأنه نحن عم نحكي باللغة العامية. اللغة العامية تحتوي على 3000 مفردة فقط. أما اللغة العربية فهي غنية كتير بالمفردات، فيها مئات الألوف من المفردات. لذلك هو محصور الطفل. وسبب يعني التدني مثلا بالمجتمعات العربية هو غياب اللغة العربية. يعني اللغة العربية لغة كتير قوية وكتير عريقة، لازم نحن دائما ننميها عند الأطفال لحتى يكون عنده هاي الشخصية القوية. طيب. أكيد. خلينا نحكي عن أهمية اللغة الأم وتأثيرها ودورها اليوم بتكوين شخصية الطفل. هلأ اللغة الأم كتير مهمة، لازم نحن نركز مع الطفل على تعلم اللغة الأم اللي هي اللغة العربية. كمان فينا يعني قدرات عقل الطفل كتير كبيرة، كمان فينا نحن ننمي نحفظه أو نعلمه لغات أخرى مثل اللغة الإنجليزية اللغة الفرنسية، بشرط إنه نحن ما نخلط بين اللغات، ما نحكي له كلمة بالإنجليزي وكلمة بالعربي مثل ما هلأ كتير على أساس إنه كتير يعني مجتمعات راقية وصينية بتلاقيها كلمة بالعربي كلمة بالإنجليزي كلمة بالعربي كلمة بالإنجليزي. هيك صار الطفل ما عنده وعي بلغته الأم باللغة العربية. أما نحن نعلمه لغة عربية فصحى، وممكن نعلمه لغة إنجليزية أو لغة فرنسية أو أي لغة نحن بنحب نعلمه إياها، بس بشرط أنه نعلمه بشكل صحيح، مو كلمة من هون وكلمة من هون. نعم. طيب اليوم كمان لازم نحكي أنه كثير من الأهالي بيعتمدوا على أنه تنمية الهوايات عند الأطفال، بيروحوا لمجالات اللعب، بيروحوا لمجالات الرسم، هوايات أخرى قليلة نلاقي لهلأ مثلا في هواية الشعر أو القراءة مثل ما كان زمان. قد ايه بتشوفي هذا الشيء أثر كمان سلبيا على تكوين الطفل من البداية؟ تمام. هلأ تنمية الهوايات شيء كتير حلو، بس نحن لازم نكون الأولوية عنا
اللغه تبع الطفل، نعلمه شعر، نعلمه فصاحه وخطابه، يكون في القاء بال انه هي بتاثر على شخصيته ثقته بنفسه تماما. مسابقات بالمدرسه يعني كثير لازم يعملوا هلا بالمدارس مسابقات انه بالفصاحه والخطابه، يتنافسوا الاطفال باللغه العربيه لحتى يحسوا بانجاز ويحسوا بقيمه هاي اللغه ويحبوها. اما اذا اخذناها مثلا بمجال التدريس انه عم يدرسوها وخلص اخر السنه الامتحان وخلص راح البيت، يعني يعتبرها مثل باقي ماده مثل باقي المواد، يعني ما لها هاي الاهميه. لازم دائما نحن نعمل مسابقات بالمدارس للشعر للخطابه، زمان كانوا كثير يعملوها بس هلا للاسف يعني ما كثير عم يهتموا بهذا الموضوع. نحن لازم نحبب الطفل بهاي اللغه، يعني كثير هلا من الجيل الجديد عم يلاقي اللغه العربيه عم يستهين فيها، يعني عم يلاقي مثلا انه بتفاخر بيحكي انجليزي بيحكي فرنسي، اما اللغه العربيه بتلاقيه يعني ما يعني بيلتفت لاي اهميه لهاي اللغه، رغم انه هي كثير مهمه. هي بتحدد هويتنا العربيه، بتحدد شخصيتنا انه نحن عرب ناطقين. اما نحن مثلا حلو الواحد يتعلم لغات ثانيه لحتى يقدر يتواصل مع البلاد الاخرى، بتفتح له مجالات عمل. اما لازم اللغه الاساسيه واللغه الاهم هي تكون اللغه العربيه الفصحى. طيب بالنسبه لاضافه بعض اللغات بالمدارس لجانب اللغه العربيه، ان كان الانجليزي او الفرنسي او حتى الروسي، بتحسي انه الطالب ممكن بس يطلع من المدرسه ما بيكون لا متمكن لا من العربي ولا حتى من اللغات الاجنبيه اللي تعلمها؟ شو السبب ونحن كيف ممكن نمكن الطفل من اللغه العربيه اكثر؟ تمام. هلا اضافه لغات ثانيه للغه العربيه شيء مهم وشيء مفيد، بس نحن اللي بهمنا الطريقه اللي بدنا نقدم فيها هاي اللغات للطفل. نحن طريقة التدريس يعني عم تكون جامدة، يعني نعطي هالدرس فحص وخلص، يعني ما في تحفيز للطفل انه مثلا يتعلم هاي اللغة. مثلا نعمل بالصف مثلا مسابقة او تحدي، مثلا انه فلان مثلا جيب لي قصيدة الفلانية تلقيها، فلان قصيدة فلانية، او انت ابحث مثلا، يعني ما نعطيهم مثلا اعراب مثلا كلمه خلص اعربوا لنا اياها وخلص، لا في هاي الكلمه الدرس الجاي مثلا بدي اعرف اعرابها، بدنا نبحث. الطفل اذا بحث بنفسه ودور هو خلص بترسخ المعلومه بعقله، ما بتصير مثلا تلقين، بصير هو عم يبحث هو عم يدور هو عم يساوي. يعني كانت زمان تشدني برامج اطفال ونحن صغار انه بتعطيهن الانسه مثلا بحث علمي، تقول لهم في عنا البحث العلمي، بدي كل واحد يروح يدور مثلا عن الحشرات عن الطبيعة عن الأشجار عن النباتات، بيروحوا الأطفال كل واحد بيدور كل واحد بيجيب كل واحد بيكتشف بنفسه هاي الأمور، تترسخ المعلومات. لذلك تعدد اللغات كتير حلو بالمدارس، بس نحنا بدنا نعرف الطريقة الصحيحة لإعطاء هاي المواد. أكيد. طيب بما أنه حكينا عن الأطفال ودخلنا شوي لأنه هن جزء مهم جدا أيضا وارتباطهم باللغة، الطفل ببداية حديثه أحيانا ببلش يطلع هيك كلمات نغج ودلال، الأهل بينبسطوا فيها وبينسوا أنه هذا الشيء مع الوقت رح يأثر على طريقة النطق، وممكن في كتير أحرف ما يعرف ينطقها بسبب هذا التفاصيل. قد ايه مهم ومن أمتى لازم يبلشوا يعلموه مخارج الحروف الحقيقيه مثل ما بيقولوا او الضابطه للغه؟ مثل ما حكيت لازم نحن نبلش من مع الطفل من عمر كثير مبكره. يعني الناس كثير رح تستغرب انه هذا طفل يعني عمره 4 أشهر ما رح يستوعب. لا انا بحكي انه رح يستوعب ومع الوقت رح نلاقي الفرق. انه يخزن قصدك المعلومه حتى الام وهي حامل بطفله الطفل عم يسمع. هلا في عندي تجربه، في أم كانت حامل وكان بهذا الوقت عم تحفظ لغة عربية وعم تحفظ من القرآن الكريم، يعني طول فترة الحمل وهي عم تقدم امتحانات وحفظ وترجع على البيت وتحفظ وتسمع. وقت جابت المولود تبعها جابتها طفلة، تفاجأت انه بعمر السنة صارت هاي البنت عم تحكي بطلاقة. يعني اول ما حكت كلمات مفهومة وكلمات
يعني عم تحكي بطلاقة وعم تاخذ وتعطي، لأنه كانت عم تسمع هي اللغة. تمام، هي عم تسمع وعم تخزن حتى يعني بعد الولادة، إنه ظلت الأم عم تقدم هاي مثلا الحفظ، عم تحفظ قرآن، والبنت موجودة يعني طفلة بيبي عم تسمع. لذلك إنه وقت بعمر السنة، إنه قليل أولاد إنه بيحكوا بعمر السنة، بعمر السنة حكت وحكت يعني كلام مفهوم وبطلاقة. لذلك لا تستهينوا بالأطفال، لازم نحن من أول ما يصير هذا المولود برحم أمه تبلش أمه تهيئ له الحياة الصحيحة له. ما يعني هلأ كنت عم بحكي تحت الهوى مع الزميلة عم بقول له إنه نحن يعني الأم بتعلم بنتها قبل الزواج كيف تطبخ، كيف تنظف البيت، كيف ترتب، بس كيف تتعامل مع زوجها وكيف تتعامل مع أبنائها، هاي الأمور مو موجودة عندنا للأسف. طيب اليوم كثير من الأفلام الكرتون، تطبيقات، من الألعاب، من الفيديو، حتى من القصص بتكون باللغة الإنجليزية، بتحسي إنه بتشد الطفل أكثر. نحن كيف ممكن نعود عن هدول الأمور لحتى نشدهم أكثر للغة العربية؟ هلا نحن دائما بدنا يعني نحكي للطفل عن أهمية اللغة العربية ونحسسه إنه أنت بتنمي شخصيتك، بتنمي ذكائك باللغة العربية. يعني لازم يتمكن الطفل من اللغة العربية بعمر كتير صغير، وبعدين نفتح له مجالات يتعلم لغات تانية. ما في معنى إنه يتعلم لغات تانية، لكن لازم الأهمية الأولى تكون للغة العربية. صحيح. طيب كمان اليوم هيك بما أنه دخلنا كتير وتشعبنا بمواضيع، ونحن حابين يعني نأخذ أكثر معلومات باعتبار حضرتك مو بس خبيرة بهذا الموضوع، أيضا اختصاصية اجتماعية، كتير بنسمع أنه طريقة التعامل الأهل والأخوة وكله بالبيت بيأثر حتى على النطق. يعني إذا مثلا طفل عنده مشكلة بحرف وصار في مثلا حدا أنه تمسخر عليه أو شيء أو تنمر عليه، فبالتالي بيصير في صعوبة أنه يرجع مرة تانية يصوب هذا الخطأ. خلينا نحكي عن أهمية هاي التفاصيل وكيف ممكن يتم التعامل معها لتلافيها بدل ما تزيد المشكلة مثل ما بنقول. تمام. هلأ نحن بهاي اللقاء عم نحكي عن أهمية اللغة. أهمية اللغة مو بس اللغة العربية، أهمية اللغة بشكل عام، اللغة المحكية يعني اللي عم نحكيها مع الطفل، اللي عم نحكيها حتى الكبير بيتأثر. تمام. يعني نحن مثلا عم نحكي الطفل عم يتلعثم بحرف ما، ضحكنا عليه، تمسخرنا عليه، صار عنده مشكلة طول العمر. إذا ما هو بعدين حل وقدر مثلا يشوف اختصاصي مثلا اجتماعي أو تنمية بشرية أو داعم نفسي لحتى يحل له هاي المشكلة، رح يضل معه طول العمر. لذلك نحن لازم كتير ننتبه للكلام اللي نحن عم نحكيه والمفردات. يعني هلأ كتير عم تنتشر مفردات كان بالتلفزيون أو بالأغاني أو يعني بين الناس، مفردات يعني كتير سيئة للأسف. لا، نحن لازم ننتبه لهاي المفردات. يعني أنت إذا بتقولي لابنك مثلا أنت غبي، أنت ما بتصير، أنت كذا، خلص ترسخت هاي الكلمة عنده أنه أنا غبي. يعني عقل الطفل مثل البستان، كيف ما زرعتي فيه بتلاقي. لذلك دائما حاولي عم تزرعي المفردات الجيدة، المفردات، الكلمات المحببة، المفردات اللي بتقوي شخصيته. أنت ذكي، أنت ناجح، أنت رح تصير مثلا بالمستقبل كذا. لذلك الطفل خلص تترسخ عنده هاي القناعة، بصير بيشتغل على هالأساس، والعقل بيعطيه هاي الأفكار إنه هو شاطر، هو متفوق، هو الأول على مدرسته، ودائما بضل بيحقق هاي النجاحات. أما إذا نحن بدنا نحكي له هاي الكلمات السلبية، راح كمان ياخدها ويحققها بكل نجاح. يعني راح يحقق الكسل بالمدرسة أو الغباء بكل نجاح. أكيد. طيب خلينا نحكي أكثر عن موضوع أهمية اللغات بمجال العمل. قديش اليوم مهم إنه يكون الشخص عنده لغة إضافية، وأكثر يعني المؤسسات والشركات تتطلب هذا الأمر. تمام. اللغات كتير مهمة، لازم دائما الإنسان يحاول يتطور ويحاول يتعلم لغات تانية، لأنه بتفتح له كتير مجالات بالعمل، خصوصي هلأ يعني كتير صار أكتر يعني الوظائف بدها لغة إنجليزية أو لغة تانية مع الإنجليزية. لذلك دائما الإنسان لازم يطور بحاله ويحسن بحاله، وما يوقف عند حد معين، دائما يمشي مع سوق العمل ويكون عنده دائما المقومات والخبرات اللازمة لهذا العمل. أكيد. بدنا نشكرك أستاذة هناء على كل المعلومات اللي قدمتي لنا إياها، وإن شاء الله نهارك سعيد يا رب. شكرا كثير لك أستاذة هناء. شكرا.